والدك رحمة الله عليه كان معارض لفكرة أن تكون ممثل، بعدها أقنع أخوك سيد محمود. سيد محمود زين والله. شو تحب تقول لوالدك؟ شو تحب تقول لوالدك وهو في رحمة الباري وأنت الآن أصبحت نجم؟ طبعا تحية لأخوك سيد محمود. الله يحفظك، تحياتنا لأخوي الكبير سيد محمود، ووالدي أقول له الله يرحمك برحمته الواسعة يا رب إن شاء الله. بس الحمد لله والشكر، هو يعني كان ما يتصور أنه أنا وصل هيك مرحلة، واسمي بعد من فضل الله يعني خلينا نقول نسبة 10% يعني وصلت الحمد لله. نجم 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 حتى الله يحفظك والله واشك. العظيم كلنا نحبك، احنا جمهورك، ورفعت اسمه والحمد لله والشكر، يعني اسمه طيب صح، ذكر يعني بطيب والحمد لله والشكر. تدري أنت يعني الإبن لازم يعكس تربية أهله وناس. لا والخلف ما مات، عافية عليك، هي الخلف إن شاء الله. أنتم كلكم بيكم البركة. الله يحفظك، الله يحفظك.